ولا خسرنا مع موريتانيا. مع الموريتانيا يعني قلت لك نحبسوا كره قادم في الجزائر، نحبسوها نغلقوا، قال نهبطوا كاع اللي يريدوا تاع كره. اهلا بكم سيداتي وسادتي في هذا الفيديو الذي يجي بعد اقصاء المفاجئ والواقع، وهذا المفاجئ للمنتخب الجزائري امام منتخب موريتانيا. وبدينا لكم بهذا التصريح ديال احد الصحفي الذي يقول على راسه صحفي في الجزائر واللي حقق في منتخب موريتانيا. فبالله عليك كيفاش كره القدم التي لا ترضخ لمنطق السيناريو ولا لمنطق المسرح، يمكنناش نعرفوا شنو يوقع في كره القدم، واي فريق كما كان القوه ديالو يمكن له يخسر مع اي فريق كما كان الضعف ديالو في مباراه واحده. ماشي عشر البطولات تلعبوا بزاف المباريات باش نعطيو مصداقيه اكثر للنتائج. فبالله عليك كيفاش يمكن ايوا الصحافي ايوا شبه الصحافي بكل صراحه باش تحكر بلد من مساحة موريتانيا، بلد صديق، بلد عربي مسلم صديق. صحيح أن موريتانيا لم يسبق لها أن فازت في مباراة في نهائيات كأس أفريقيا الأمم لأنها مشاركتش بزاف، ولكن لابد شراكة تقال وتفوز ويفوز المنتخب الموريتاني اللي بدأ العمل القاعدي منذ سنوات قبل أن ينظم كأس أفريقيا الشباب 2020 بسنوات، وبدات معالم منتخب موريتاني تلعب كره عصريه من الناحيه التكتيكيه. الا شفنا غير المدربين اللي دازوا على راس العريضه التقنيه الموريتانيه نفهموا بان المنتخب الوطني المغربي بدا واحد العمل قاعدي. فبالتالي ما يمكنش مباراه كره القدم تقول البلد تقد موريتانيا، الا ربحت في موريتانيا شفتوا الكره في الجزائر. واول حاجه تنطلب على الله باش تاخذ العبرة مما قلته وتستقل بعد أن تبقى تشوف وجهك في البلاطويات التلفازية، أنك لا تشرف الجزائر ولا تشرف تاريخ الجزائر ولا تشرف رجال الجزائر. كرة القدم كل شيء ممكن. دابا علاش المنتخب الجزائري انهزم للمرة الثانية التوالي في نهائيات كأس إفريقيا الأمم وخرج من الدور الأول؟ إذا كنا جبرنا الشرح لخروج الجزائر من دورة الكاميرون شهر بعد فوزها بكأس العرب بقطر، والضوضاء التي تلت هذا الفوز نشير بأن في هذا الكأس العرب كان نصف المنتخب المحلي نصفه المنتخب الأول، وبالتالي من ناحية الطاقة الذهنية ما كان الجزائر ما تعطي في الكاميرون، وتفهمنا أنا ذاك هذا الموقف. بعد ذلك خرجت الجزائر من مباراة السد دقيقة 121 122 ضد الكاميرون بعنابة. في ذلك الوقت كان خص جمال بلاد الماضي الذي أكون له كل احترام باش يستقل، لأن خروج سيء نتيجة غير متوقعة نتيجة غير مرضية تعني في لغة كرة القدم استقالة المدرب. فهمنا ذاك 2021 كدس على الجزائر، ولكن هذا الخروج ديال هذه السنه غير مفهوم نهائيا، لان سنه 2023 الجزائر لم يسبق لها ان هزمت في اي مباراه رسميه، وبالتالي قلنا بان الجزائر عادت وخصوصا عندها لاعبين في المستوى لا اللاعبين القدام ولا اللاعبين الجداد اللي تقع المنتخب الوطني المغربي. قلنا الجزائر ستعود الى سابقه عاديه، وانا كنت من الاولين اللي كنت نرشحها باش تمشي بعيد كاس افريقيا الامم. فما يا ترى الاسباب الحقيقيه وراء هذا الخروج المفاجئ للمنتخب الجزائري؟ لا اقول لازم المفاجئه لان موريتانيا استحق الانتصار، ولكن الخروج المفروض ماتي كان مفاجئا، لا ضد انغولا ولا ضد بوركينا فاسو ولا ضد موريتانيا. تنظر بان الصحافه الجزائريه عندها نصيب كبير في خروج المنتخب الجزائري من هذا الدور، ان الصحافه الرياضيه في عظمه ديها المشاكل الحقيقيه للكره الجزائريه وسبل تطوير الكره، هم الوحيد هو الوزير القجع، هم الوحيد هو المغرب،
هو يعني ترجع جميع اخفاقات الكره الجزائريه الى المغرب، يعني ما بقاو داينا في حتى حاجه. الصحافه الجزائريه الحقاره اللي حقرات موريتانيا، والدليل هو الفيديو اللي شفتوه في اول هذا الفيديو، حقرات موريتانيا. مع ان في كره القدم ما كاينش حقره وما كاينش منتخب صغير، وخصوصا تدعو على منتخب وتدعو على بلد. فكرتي في الموريتانيين، الموريتانيين اللي تيبغيو بلادهم ومنتخبهم بحال انت تبغي بلادك ومنتخبك، شيء عادي. هل من المنطق باش تحقر بلاد؟ دونك الحقره تعالي هو كابوس المغرب، كابوس المغرب اللي ما بقاش يغادركم. هذا تيعطي واحد لا جينيراسيون بيتري كاليتي من نجوم اللاعبين تلعبوا في اكبر الانديه الاوروبيه باش يتقصاو للمره الثانيه على التوالي في نهائي كاس افريقيا بعد ما تقصاو في اقصائيات كاس العالم. وبالتالي منذ 2019 وفوز الجزائر المستحق بكاس افريقيا الامم لمصر، والكره الجزائريه في تراجع، وزاد هذا الشيء استقبال ديال المنتخب الجزائري اللي فاز كاس العرب من طرف العسكر، وتسييس المنتخب الجزائري، تسييس المنتخب الجزائري. يعني غريب ان بعد الاخصاء ما خدوش العبر، واليوم التلفازه الرسميه الجزائريه تدير البرنامج ديال مباراه اليوم، وتستثني وتتقصي مباراه المغرب مع زامبيا بحال المغرب مع زامبيا لاعبين في كاس قوقاز. مازال ما خدوا العبره. غنشوفوا واحد الفيديو ملخص ديال رد المدرب الموريتاني ابن جزر القمر امير عبدو على الصحافه الجزائريه. نشوفوا ونعود. Je répète bien. J'ai pas dit à Belmadi les propos que vous avez pu dire dans les réseaux. J'ai dit demandez la presse people. Vous écrivez le buzz et vous avez réussi à écrire le buzz. Vous êtes meilleur que ça, les Algériens. Meilleur que ça. سول المدرب الموريتاني واش قاد داك يومين ونص باش تلعب ضد الجزائر. هو قال له سول السؤال بالماضي وقال له واش يكون واجد يوم الاربعاء. الصحفي الجزائري حور الحوار وقال بان المدرب الموريتاني قال المدرب الجزائري قال له واش قاد علينا من دابا ثلاث ايام، والمعنى يتغير جمله وتفصيله. وهذا الفيديو ديال الصحافه الجزائريه دار البوز، وقال له المدرب الموريتاني برافو عليك tu as réussi à créer le buzz mais l'Algérie vaut plus que ça. l'Algérie vaut plus que ça. وهذا الواقع. انا عندي بزاف الاصدقاء الجزائريين في مستوى عالي، مستوى عالي جدا، واتحسر من قلبي لما آلت إليه الصحافة الرياضية الجزائرية التي أصبحت منبطحة، والكل يجري وراء إقناع الكبرانات، وراء حب الكبرانات، كما لو أن مستقبله كله قارين بعطف الكبرانات من عدمه. الجزائر كدولة، الجزائر كشعب، الجزائر كجغرافيا، والجزائر كتاريخ يستحقون أكثر بكثير مما تريدون تقديمه كجزائر اليوم. قزمتم الجزائر ولا زلتم ذاهبين في مستواكم الدنيء كما كان الحال. أنا أتحسر كرويا على إخصاء المنتخب الوطني الجزائري، والجزائر والكرة الجزائرية ما عليها تلوم غير نفسها، لأن يبقى الدية في القجع في المغرب. ثقوا بيا ما يجوز نهائي القدام. صحيح أن جمال بالماضي سيستقيل لا محالة،
وسيتم تعويضه. ما نظنش كاين شي جزائري قاد يشد المنتخب الجزائري في ظل هذا الضغط الرهيب الممارس على النخبة الوطنية الجزائرية. نجيبوا عاوتاني شي واحد أجنبي وستعيش الكرة الجزائرية سنين عجاف بحال اللي وقع لها شحال مرة في التاريخ ديالها. وهذا هذا يتحسر عليه النفس، لأن الجزائر عندها حاليا من المادة الخام من اللاعبين خصوصا المتواجدين في أوروبا باش دير منتخب قوي وقوي جدا. كما كان الحال هنيئا للمنتخب الوطني الموريتاني الذي أبلى البلاء الحسن، واللي شرح جميع المتتبعين الكرويين بأن مع العزيمة ومع النظام التكتيكي المحكم ومع الجرينتا حتى منتخب وطني متوسط يقدر يرتقي لما هو أحسن. ومنتخب موريتانيا اليوم لأول مرة في تاريخه في الدور الثاني كأس افريقيا الأمم، ونتمنى له وللشعب الموريتاني المزيد. وإلى اللقاء في فيديو قادم بحول الله.